طيب يا شباب، احنا دلوقتي يعني يعتبر الديفليكشن بالنسبة لنا خلص، يعني بالنسبة للكود المصري طبعا للشيبشانك كود براكتس. يعني احنا لما جينا بدأنا اتكلمنا عن ان الديفليكشن ده احد انواع السيرفيسابيلتي ليميت ستيتس فور تشيك، يعني بتشيك ديفليكشن وبتشيك كراكس. واحنا اتكلمنا عن اول جزء بالنسبة لنا اللي هو الديفليكشن. بعد كده باشمهندس احنا عملنا ديفينيشن للديفليكشن ده وعرفناه، وبعد ما عملنا ديفينيشن قلنا ان في كنترولينج على الديفليكشن بطريقتين. الطريقة الأولانية إن إحنا نبدأ نستخدم تحديد الكونكريت دايمنشنز بتاعة البيمز والسلابس ما لما يتم حساب الترقيم. ولو نفترض إن إحنا نتشيك ديفليكشن، فلازم نعرف يا باشمهندس إن العامل الأساسي في الديفليكشن هو الإنرشيا. وبدأنا نتكلم عن الجروس إنرشيا والكراكت إنرشيا والإفكتيف إنرشيا، وصلنا يا باشمهندس بعد كده للتايبس اوف ديفليكشن طبقا للكود المصري، وعرفنا ان في شورت تيرم ديفليكشن، في لونج تيرم ديفليكشن، في توتال ديفليكشن، وفي انكريمنتال ديفليكشن. وبعد ما خلينا الكلام ده كله يا باشمهندس وازاي نقدر نحسبه ونعرف الاحمال اللي بتؤثر على كل نوع من انواع الديفليكشنز، بدانا نتكلم على الالاوبل ديفليكشن. وقلنا ان الكود المصري بيعمل ثريد تشيك، التشيك الاولاني على التوتال ديفليكشن، والتشيك الثاني على الايميديت ديفليكشن فور لايف لود اونلي، والتشيك الثالث على الانكريمنتال ديفليكشن لو عندي نون ستراكشر اليمنت، عناصر غير انشائيه تتاثر بالترخيم او لا تتاثر بالترخيم. خلاص. وبعد كده يا باشمهندس قلنا بقى عندنا تو كيسز، ان الكيس الاولانيه ان الديفليكشن مسيف، الكيس الثانيه ان الديفليكشن ان سيف، وايه هي السوليوشنز اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نسيف الديفليكشن ده. خلاص. طيب تعالى يا باشمهندس نبدأ نتكلم دلوقتي على شركة سي اس اي. شركة سي اس اي يا باشمهندس اللي هي اللي عاملة برنامج زي السيف السلاب اناليسيس باي فاينايت اليمنت، ونبدأ نشوف رأيها في موضوع الديفليكشن ده. خلاص. لأن احنا أكيد أكيد هنشيك ديفليكشن بحاجتين، إما مانيوال كالكوليشنز حسابات يدوية عشان نطبقها على الكود المصري، أو إن أنا هستخدم يا باشمهندس السي اس اي نفسها. ده كلمة الديفليكشن اهو. ففي عندنا طريقين، الطريق الاول مانيوال، او الطريق الثاني ان انا استخدم السي اس اي، استخدم البروجرامز نفسه، استخدم البرنامج ان انا اعمل تشيك على الديفليكشن ده. فتعال نشوف وجهة نظر برنامج السي اس اي نفسه. اكيد اكيد لما اجي استخدم برنامج السي اس اي البروجرام عامة في تشيك او ديزاين، لازم اختار كود. خلاص. هيكتشف ان شاء الله ان الكود الامريكي الاي سي اي هو تقريبا شبه مين الكود المصري، او احنا ممكن نقول احنا اللي شبهه، لان احنا ممكن نكون واخدين منه عامه يعني. خلاص. بس انا ما بتكلمش دلوقتي على موضوع الكود، انا بتكلم ان شركه سي اس اي نفسها يا باشمهندس، شركه سي اس اي نفسها اتكلمت على موضوع الديفليكشن ده تفصيليا من وجهه نظرهم هم، وقال لك عشان تستخدم البرنامج بتاعي اللي هو برنامج السيف عشان تعمل تشيك ديفليكشن محترم وتشيك ديفليكشن يطلع لك نتائج منطقيه عشان يحسب لك اكشوال ديفليكشن حقيقي، تقدر تستخدم القيم دي وتروح يا باشمهندس تعمل تشيك على الدلتا الاول بتاعتك باني كود، باي كود لازم تتبع اللي اقول لك عليه. يعني انت يا باشمهندس مش هتروح تعمل حسابات ديفليكشن باستخدام اكواد، لا، هو السي اس اي بيقول لك بعد اذنك ما تعملليش الكلام ده، انا اللي مبرمج البرنامج، انا اللي عامل البروجرامز بتاعته، انا اللي عامل الستيبس بتاعته، فانا اللي بقول لك اعمل كذا وكذا، لان انت لو عملت كذا وكذا هيطلع لك القيم بتاعتك قيم منطقيه وقريبه من الواقع، خد بقى القيم دي روح شك بيها يا باشمهندس بالالاو بالديفليكشنز اللي عندك. لو ما عملتش اللي بقول لك عليه فانت القيم بتاعتك انا مش مسؤول عنها، وانت يا باشمهندس اللي هتبقى مسؤول عنها. خلاص. احنا اتفقنا يا باشمهندس ان الديفليكشنز دي بتيجي عن طريق ايه؟ بتيجي عن طريق ديفورميشنز، تشوهات، بتيجي عن طريق ان القطاع خلاص بقى كراكت، شرخ يا باشمهندس من عندي. طالما القطاع شرخ فبالتالي خلاص يبقى قادر ان هو يحصل له تشوهات، يقدر ان هو يحصل له ديفليكشنز، ترخيم. خلاص. فقال لك يا باشمهندس في عنوان في السي اس اي، حتى المقال ده طالع اهو باشمهندس في اكتوبر سنة 2016 ل 19 اكتوبر عامة 2016. المقال ده موجود في موقع شركة سي اس اي على النولج بيدز بتاع البرنامج السيف. انا اصلا جايب لك لينك المقال ده، حاطه لك في المحاضرة في تكست فايل كده اسمه لينكس. افتح التكست فايل ده هتلاقي يا باشمهندس اللينك اللي جايب منه السكرين شوتس دي. خلاص. ركز كده معايا. هو هنا مسمي العنوان بتاعه الكراكت سيكشن اناليسيس، تحليل القطاعات
المشرخة. أول ما تشوف الجملة دي يا باشمهندس على طول اعرف إن ده بيتكلم على الديفليكشن مليون في المية. قال لك هاو ار كراكت سيكشن أناليسيس إن سيفكا، يعني إزاي يا باشمهندس الكراكت سيكشن دي أو تحليل القطعات المشرخة إزاي نعمله في برنامج السيف. خلاص، فقال لك إن في إجابة. الإجابة دي يا باشمهندس إن أنت عندك تو تايبس للكراكت سيكشن أناليسيس، تو تايبس للديفليكشنز متاحين بالنسبة لك. أول نوع يا باشمهندس بالنسبة لك الاميديت كراكت ديفليكشن، وش هو يا باشمهندس؟ ده بيتكلم على مين؟ على الشورت تيرم. خلاص، بس هو مسميه اميديت. والنوع الثاني اللونج تيرم ديفليكشن اللي هو الترخيم طويل الامد، وقال لك بيحسب اكاونتنج فور مين يا باشمهندس ومين؟ الكريب والشرينكش. بعد اذنك، الكريب والشرينكش هنا لونهم لون ازرق، فده معناه ان في لينك. ده معناه ان لو ضغطت على كلمه كريب هيطلع لك مقال، ده معناه لو ضغطت على كلمه شرينكش هيطلع لك مقال. فابدا شوف يعني ايه كريب يا باشمهندس من السي اس اي، ويعني ايه شرينكش من السي اس اي. واضح يا باشمهندس ان السي اس اي متفقه مع الكود المصري ان في تو تايبس. اه يا باشمهندس، التايبس الاولاني الشورت تيرم ديفليكشن، والتايبس الثاني اللونج تيرم ديفليكشن. خلاص، قال لك يا باشمهندس عشان اعمل الكراك ديسكشن اناليسيس ده، عشان اعمل تحليل القطعات المشرخه او اعمل الديفليكشن في برنامج السيف، قال لك يا باشمهندس ان في طريقتين، في تو ميثودز. الميثودز الاولانيه يا باشمهندس ان احنا بنعمل لود باترنز، من خلال اللود باترنز دي بتطلع لود كيس يا باشمهندس ممكن انا استخدمها لتشيك اميديت وتشيك لونج تيرم. خلاص، وقال لك ان هو عنده حاجتين مهمين يا باشمهندس، ان الاميديت كراك ديفليكشن بيبقى نتيجة مين؟ جميع الديد لودز اللي عندك. والديد لودز دي نوعين، نوع اسمه ديد اللي هو الاون ويت، ونوع اسمه السوبر ديد لود او سوبر ايبوزد ديد لود اللي هو الكفر ومين؟ والول. وفي عنده مين يا باشمهندس؟ اللايف لود. قال لك ان الاميديت بيحصل نتيجة الديد لود والكفر لود والول لود واللايف لود يا باشمهندس، كل الكلام ده بيسبب شورت تيرم ديفليكشن. واضح جدا ان دي طبقا للكود المصري، هي مش طبقا للكود المصري صراحه، لان الكود المصري اصلا ما حددش الشورت تيرم ديفليكشن ده بناء على احمال ايه. ده انا من خبرتي قلت لك تعالى نتوقع ان الشورت تيرم ديفليكشن بيبدا من زيرو لثلاث شهور، وبالتالي ممكن اكون عرضت المنشأ لجميع الاحمال. وده ما يثبت كلامنا يا باشمهندس ان السيف بيقول لك كده، برنامج السيف بيقول لك الاميديت كراك ديفليكشن ده او الشورت تيرم ديفليكشن نتيجه مين يا باشمهندس؟ نتيجه الاول لودز. واللودز يا باشمهندس بالنسبه لنا الديد يعني الانويت، والسوبر ديد يعني الكفر والول، ومعانا مين؟ اللايف. وبعدين قال لك يا باشمهندس اللي في حاجه اسمها اللونج تيرم ديفليكشن، واللونج تيرم ديفليكشن دي بقى هو مفصلها اكتر، مفصلها لنوعين. احنا قلنا يا باشمهندس اللونج تيرم ديفليكشن دي بتتحسب نتيجه ضرب معامل اسمه الفا في الشورت تيرم ديفليكشن الناتج عن السستين ديلود، صح؟ والسستين ديلود هي جميع الاحمال الميته الديد والسوبر ديد بالاضافه لجزء من الحمل الحي يا باشمهندس كاعتباره حمل دائم. ده وكنا بنسمي الكلام ده الديلتا كريب، صح؟ هو قال لك انا يا باشمهندس ان احنا ممكن نعتبر اللونج تيرم ديفليكشن ده نون سستين. يعني ايه؟ يعني اخد جميع الاحمال يا باشمهندس اللي عندي خلاص وابدا احلها. طيب، وقال لك يا باشمهندس السستيند ممكن اعتبره سستيند، يعني ايه؟ يعني يا باشمهندس اخد الديد والسوبر ديد وجزء بورشن اوف ايه؟ اوف لايف لود نتيجه الكريب ونتيجه ايه يا باشمهندس؟ الشرينكج عندنا. خلاص، بس احنا مش عايزين دي، صح؟ احنا عايزين اللي تحت. يبقى واضح لحد الان؟ لحد الان ركز كده معايا، موضوع الاميديت كراك ديفليكشن هو واضح جدا ان هو قريب من الكود. موضوع اللونج تيرم ديفليكشن النوع الثاني اللي هو عن طريق السستيند بورشن ده يا باشمهندس جزء من السستيند لودز، برضه جزء يعتبر شبه مين؟ الكود المصري. حلو، هو هنا يا باشمهندس لما بيجي يحسب الديفليكشن بيبقى في عنده معامل مهم جدا اللي هو مودولس اوف الاستيستي، معاير المرونه للخرسانه. خلاص، فقال لك ان هو في حاله الشورت تيرم ديفليكشن فالمودولس اوف الاستيستي معروف 4400 جهاز الاف اس يو، او طبقا للكود اللي انت هتستخدمه يا باشمهندس في البرنامج، او طبقا لحضرتك للقيمه اللي انت كيوزر حطيتها في الديفاين ماتيريالز. لكن لو انت شغال في اللونج تيرم ديفليكشن فبيحصل يا باشمهندس موديفيكيشنز، بيحصل تعديل، انك بتجيب القيمه الحقيقيه وبتقسمها على فاكتور. طبعا القانون ده حضرتك ممكن بقى تشوف القانون ده موجود في انهي تكست مثلا، لان اكيد السيف لما تشوف كمان شويه ان هو لما جه يعمل المقال ده اعتمد على مرجعين.
اعتمد على مرجع باشمهندس ريف، بقى في كده حاجه اسمها ريفرنس. هتلاقي باشمهندس ان هو، لاحظت كده معايا، هتلاقي ان هو فينا حاجه اسمها ريفرنس اهي. اثناء كتابته المقال ده قال لك الحاجات اللي احنا شفناها يا باشمهندس في الكراكت سيكشن اناليسيس دي تعتمد على ريفرنس رقم واحد وريفرنس رقم اتنين. ريفرنس رقم واحد لواحد اسمه غالي وواحد مش عارف اسمه التدري مثلا او خلافه، الكلام ده كان في سنه 2002. اسم الكتاب يا باشمهندس كونكريت ستراكشر ستريسز اند ديفورميشنز اناليسيس اند ديزاين سيرفيسابيلتي، الاصدار الثالث كان موجود في لندن. خلاص، او ان هم عملوا اكزامبلز، عملوا مثال وحلوه يدوي وحلوه باستخدام البرنامج، وطلع الاثنين الحلين متقاربين جدا. فهم استخدموا في عمل الكلام ده يا باشمهندس، او المقال ده الريفرنس دي. فانت مليون في المية ممكن يا باشمهندس ايه تلاقي القانون ده يا باشمهندس في احد الريفرنس اللي هو جابها. فانت ممكن بقى تدخل وتعرف بقى ايه هو معامل الاكس وهو معامل الفاي ده يا باشمهندس، وتعرف طبعا المودلس اوف الاستيسيتي ده انا عارفه خلاص، لكن انا مش عارف المودلس اوف الاستيسيتي مع العمر مع الايدج مع الزمن هيحصل فيه ايه. خلاص، طيب هتلاقي يا باشمهندس بقى ان هو عمل لك طريقتين. طبعا انا قلت حاليا بتكلم في الطريقه الاولى، حضرتك لاحظت كده بقول لك ان في ايه، ان في تو ميثودز، والميثودز الاولانيه هي يا باشمهندس انا شغال فيها ان هو بيعمل لود باترنز، واللود باترنز ازاي يا باشمهندس بتتحول الى لود كيسز، وممكن لود كومباينيشنز كمان يا باشمهندس عشان استخدمها لتشيك اميديت لتشيك لونج تيرم، وحتى كمان يا باشمهندس هقول لك بعد كده في انكريمنتال. خلاص، طيب ماشي، تعالى نبدا نستخدم الطريقه الاولانيه. قال لك فور اكزامبلز اهو، فور اكزامبلز اسيوم، هنبدا نفرض ان 25 من اللايف لود از سستيند، يعني حمل ايه؟ حمل دائم. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه اصلا في المانيوال، ان احنا لما نيجي نشتغل لونج تيرم ديفليكشن بنقول ان في جزء من الحمل الحي بنعتبره جزء دائم تقريبا كام؟ 25%. الكلام ده موجود في السي اس اي في برنامج السيف، اه والله موجود حتى في المثال اللي هم حاطينه. طب هو موجود في الكود المصري؟ اه والله موجود في الكود المصري بس بثلاث ارقام مختلفه. افتح الباب الثالث بعد اذنك يا باشمهندس، واحنا كنا بنتكلم عن اللود كومباينيشنز، عن حالات التجميع الخاصه يا باشمهندس بالسيرفيسابيلتي او بالليمت ستيتس، يعني كانت خاصه بالليمت ستيتس. هتلاقي ان في حاجه اسمها الفا، الفا ده يا باشمهندس بيقول لك ده معامل الحمل الدائم من الحمل الحي، يقول لك ممكن نخليه ربع، ممكن نخليه نص، ممكن ناخده بواحد. طب امتى بربع يا باشمهندس؟ قال لك لو شغال في مباني سكنيه بسيطه، مباني سكنيه. طب امتى بنص يا باشمهندس؟ لو انت شغال مثلا في مدارس، في مستشفيات مثلا، او في جامعه. طب امتى بواحد؟ لو شغال مثلا في سبيشال كونستراكشن زي التانكات خزانات المايه مثلا. خلاص، فكل ما اهميه المنشا تزيد اكيد اللايف بيقول لك ممكن ايه نثبته كانه بقيمته الحقيقيه، او مثلا المباني السكنيه اللايف لود بتاعها بسيط لكن فممكن ناخد الربع، المدارس اللايف لود اعلى شويه فممكن ناخد النص، لكن خزانات المايه، المايه كده كده اللايف لود موجوده اصلا، يعني ده وظيفته بيخزن المايه، فالمايه كده كده موجوده، فتعتبر المايه كلها كانها ايه؟ كانها لايف لود، كانها ديد لود. هنا يا باشمهندس هو بيعتبر لك لو انا عندي 25% من اللايف سستيند، ابدا بقى ايه؟ هيبدا يقول لك يا باشمهندس هنعمل لود كيسز. الكيس رقم واحد بالنسبه له يا باشمهندس اللي هو يبدا يقول لك تعالى نعمل كراكد اناليسيس تو تشيك مين؟ تو تشيك شورت تيرم ديفليكشن. وقال لك يا باشمهندس ان اللودز اللي هتؤثر في الشورت تيرم ديفليكشن هي الاون ويت، هي السوبر امبوست ديد لود اللي هو يا باشمهندس بالنسبه لنا الول والكفر، وجزء من اللايف لود. بس الجزء ده يا باشمهندس هيبقى بكام؟ بواحد، يعني كانك بتقول اللايف لود بالكامل، الوول بالكامل، الكفر بالكامل، والاون ويب بالكامل يا باشمهندس، دول هيعملوا لي ايه؟ هيعملوا لي شورت تيرم ديفليكشن، وهنسمي الحاله دي يا باشمهندس حاله رقم واحد. طب تعال نروح الكلام ده يا باشمهندس في برنامج السيف ونشوف كده. انا يا باشمهندس اهو الكلام ده كان موجود في البي دي اف عندك في الكتاب، كيفيه حساب الترقيم على برنامج السيف. فهنعمل لود كيسز، هنعمل حالات تحميل. حالات التحميل الاولانيه يا باشمهندس بالنسبه لي اللي هي الكيس 1 اللي هو كاني بعمل تشيك على الشورت تيرم، كاني بقول له ان التشيك بتاعنا immediate يعني فوري او لحظي، وان انا احط فيه جميع الاحمال، يعني عند زمن بيساوي صفر، عند زمن فك الشده الخشبيه ممكن اقول الى 3 شهور يا باشمهندس جميع الديد لود الاون ويت، جميع السوبر ديد لود الكفر والول واللايف لود. بس يا باشمهندس القطاع بتاعك من النوع النون لينير كراكد. ليه؟ فاكرين لما كنا راسمين علاقه ما بين يا باشمهندس الحمل وما بين المومنت، وقلنا ان في الحاله الاولانيه طول ما الحمل يا باشمهندس لسه ما وصلش للكراكد
فبالتالي المومنت لسه ما وصلش للكراك دي. فالقطاع هنا كانه قطاع اي جروس يا باشمهندس، يعني القطاع بالنسبه لنا ان كراكت سيكشن، يعني القطاع بالنسبه لنا هوموجينيوس، يعني الماده الوحيده اللي شغاله هي الخرسانه كنجلكت لمين؟ للاريا اس والاريا اس داش. فبالتالي العلاقه بتبقى لينير خطيه. طب نفترض يا باشمهندس بعد البي كراك فيحصل لي حمل مومنت اكتر من الام كراك، فالقطاع يشرف، فالقطاع بقى شرف، يبقى اي افكت يا باشمهندس اللي ما بين الاي كراك وما بين مين؟ الاي جروس. والقطاع بقى كراك سيكشن يعني يا باشمهندس ان او نون هوموجينيوس، فبالتالي الحديد شغال معايا، فالقطاع هيبقى هيمشي بالكيرف يا باشمهندس. كيرف يعني التحليل بتاعنا بقى نون لينير اناليسيز خلاص، وهو كراكت. فتلاقي يا باشمهندس لما تيجي تروح على اللود كيسز هتعمل حاله تحميل اسمها كيس 1 خلاص، هنحط فيها جميع الاحمال، الديد لود اللي هو الاون ويت والكفر والوول واللايف بالسكيل فاكتورز بكام يا باشمهندس؟ بواحد. طب ليه ما حطيناش 1 و4 و1 و2 وخلافه يا باشمهندس؟ عيب عليك، ده ديفليكشن، والديفليكشن ده من السيرفيسابيلتي ليميت ستيتس، يعني وركينج، يعني احمال تشغيليه، يعني بدون اي لود فاكتورز، بدون اي اي لود فاكتورز يا باشمهندس خلاص. طيب ماشي يا باشمهندس، وهنختار الاناليسيس تايب نوع التحليل اللي هو النون لينير. ايه؟ النون لينير كراكت، واضحه وصريحه قدامنا. هذه الحاله تستخدم في التحقق في التشيك على الترخيم اللحظي، حلو جدا، مفيش في اي مشكله. طيب يا باشمهندس تعال نروح على الحاله رقم 3. احنا ممكن بس نعمل تعديل في السي اس اي، تعال نسمي الحاله دي يا باشمهندس حاله رقم 2 بعد اذنك، وتعال نسمي الحاله دي حاله رقم 3، وبالتالي اي حاله 2 هنسميها 3، واي حاله 3 هنسميها كام؟ انا عايز بس ابدل المسمى 2. ليه؟ هنعرف دلوقتي خلاص. قال لك يا باشمهندس تعالى نروح بقى للحاله الثانيه. الحاله الثانيه قال لك بنحسب مين؟ اللونج تيرم كراك اناليس، اللونج تيرم ديفليكشن. قال لك معاه كريب ومعاه شرينك. قال لك فور بيرمننت لودز، كلمه بيرمننت لودز يعني احمال دائمه، او كلمه سستيند لودز يعني برضو احمال دائمه. الاحمال الدائمه بالنسبه لنا هي ايه؟ هي جميع الاون ويت، جميع السوبر ديد لود الول والكفر، وجزء من اللايف لود. الجزء ده كان يا باشمهندس واضح اهو، ال 25%. حلو، قلت له يا باشمهندس تعالى كده معايا، تعالى نروح على الكيس رقم 2 وهنعمل لونج تيرم ديفليكشن. واللونج تيرم ديفليكشن ده ديو تو كريب وديو تو شرينكش خلاص، لان احنا اصلا اول لودز كل الاحمال اخذناها في الشورت، فبالتالي لو حصل ديفليكشن ثاني هيكون اكيد نتيجه احمال ثانيه، نتيجه الاستريز اللي بتتولد من نتيجه الزحف ونتيجه الشرينكج، واحنا سميناها هنا بيرمننت لودز طبقا ان السي اس اي بيسميها بيرمننت لودز، او احنا ممكن نسميها سستيند لودز اللي هي الديد بالكامل كاونيت، والسوبر ديد لود ككفر وول، وجزء من اللايف لود وليكن كام؟ 25%. خلاص هنا يا باشمهندس القطاع بتاعي برده كاناليسيز هو نون لينير، بس المره دي بقى مش كراكد فقط، ده نون لينير لونج تيرم، لان ده طويل الامد. فبالتالي يا باشمهندس لما نروح على اللود كيسز ونسمي حاله تحميل رقم 2 ونحط الديد والكفر والول وكلهم معاملاتهم كام؟ واحد، لكن لما نيجي نحط اللايف نحط 25%. بعد اذنك الاناليسيس تايب بتاعك لازم يكون من النوع نون لينير لونج تيرم كراكت. واللي بيؤثر يا باشمهندس على اللونج تيرم قلنا حاجتين، الكريب ومين؟ والشرينكج خلاص. طيب الكريب يا باشمهندس اخذناه واخدنا الشرينكش في الليكتشر 1 في المحاضره الاولانيه، لما قلنا يا باشمهندس ان برنامج السيف لو حضراتكم فاكرين بيطلب كريب كوفيشنت وبيطلب شرينكش سترين، يعني هو بيبقى عايز معامل الزحف ويبقى عايز الانفعال الناتج عن مين؟ عن الشرينكش. اه يا باشمهندس معامل الزحف كام والانفعال الناتج عن الشرينكش. اتمنى الناس ترجع للمحاضره الاولى وتذاكر الجزئين دول تمام جدا، لان احنا يا باشمهندس لما نيجي نحسبهم مش هنراجع على القوانين بتاعتهم ومش هنراجع عليهم تاني، لان احنا خلاص اخدناهم. فبالتالي ان احنا هنستخدم شيت اكسل في حساب الكريب كوفيشنت وحساب الشرينك سترين، فلازم تعرف ان النتائج دي منطقيه طبقا لمراجعتك لمين؟ للجزء ده يا باشمهندس. وان الجزء ده بينطبق تحت مين؟ تحت جزء الفوليوم تشينجز، التغيرات الحجميه اللي هي بتعتمد على مين يا باشمهندس؟ على التايب. اذا دلوقتي يا باشمهندس برنامج السيف بيقول لحضرتك ان انا ممكن عن طريق كيس 1 يا باشمهندس احسب الشورت تيرم ديفليكشن، وعن طريق كيس 2 اقدر احسب لك اللونج تيرم ديفليكشن. اذا الكلام ده طبقا للكود المصري تيبيكال، واضح وجيد وصريح ان طبقا للكود المصري. اذا لو انا رحت عملت حاله تحميل يا باشمهندس كيس 1 اقدر اقول له بعد اذنك طلع لي الديفورمد شيب، طلع لي شكل الترخيم يا باشمهندس
نتيجه كيس 1، فده يبقى هو الاكشوال ديفليكشن بالنسبه لي كشورت تيرم، واقارنه بالاله واقول له يا باشمهندس طلع لي الديفورمد شيب من كيس 2 اللي هي الاكشوال ديفليكشن الناتجه من اللونج تيرم ديفليكشن، وابدا اقارنها بالاله عندي. بس السي اس اي له راي اخر، قال لك يا باشمهندس، ان انا يعني السي اس اي بتقول لك ان ال 75% يا باشمهندس بتوع اللايف لود اللي انا ما اخدتهمش في الحسبان ما تيجي ناخدهم. يعني طب ليه احنا ما تيجي ناخدهم يا باشمهندس معانا في الايه؟ في الاعتبار معانا، يعني كاننا بقول مور سيفتي شويه، كاني بسيف نفسي اكتر. طيب يا باشمهندس انا اخدهم ازاي؟ لان قال لك السي اس اي هنعمل حاله تحميل ثالثه، حاله التحميل دي كراكد اناليسيس. لما تيجي تشوف كلمه كراكد اناليسيس اعرف ان هي على طول شورت تيرم وبيرمننت لود، يعني احمال دائمه، يعني سستيند لود. يعني انا هستخدم هحسب شورت تيرم نتيجه سستيند لود، يعني الديد والسوبر ديد و25% من اللايف لود. بس يا باشمهندس اعتبر ان الكلام ده كشورت تيرم، طب انا برضو ما جبتش ستيرت ال 75. ركز يا باشمهندس، هو عايز يضيف على اللونج تيرم ده يا باشمهندس ال 75% اللايف لود اللي احنا ما اخدناهمش، 75 من 100 اللايف لود اللي احنا ما اخدناهمش يا باشمهندس. فقال لك هنعتبر ان ال 75 من 100 اللايف لود حصلوا في الاول، حصلوا في زمن من صفر لثلاث شهور، يعني كانوا موجودين مع الشورت تيرم ديفليكشن، تمام؟ فقال لك هنعمل حاله رقم تحميل رقم 3، فيبقى عندي حاله تحميل رقم 3 فيها الديد والسوبر ديد و25% من اللايف لود، وعندي حاله تحميل رقم 1 فيها الديد والسوبر ديد و100% من اللايف لود، الاثنين نفس النوع من الاناليسز، الاثنين نفس النوع من الشورت تيرم ديفليكشن. لو طرحتهم من بعض دي يا باشمهندس، يعني قلت كيس 1 ناقص كيس 2 يا باشمهندس، فهيطلع لي البقيه ال 75 لايف لود. كاني جبت مين؟ كاني جبت الترقيم الناتج عن 75% من اللايف لود كشورت تيرم ديفليكشن، كانهم حدثوا في اول 3 شهور فقط، واقوم ضايفه يا باشمهندس على مين؟ على اللونج تيرم ديفليكشن اللي حدث بعد كده نتيجه 25% من اللايف لود وجميع الاحمال الثانيه. فعشان كده قال لك اللونج تيرم ديفليكشن ده ممكن نسميه انيشيال، البدائي الاولي، لكن التوتال لونج تيرم ريفليكشن الترخيم طويل الامد الكلي بالنسبه لي يا باشمهندس، الكلي بالنسبه لي هيبقى ككومباينيشن، كلود كومباينيشن. واضحه كلمه كيس يعني لود كيسز، كومباينيشن يعني لود كومباينيشن. قال لك الحاله الثانيه اللي هي اللونج تيرم ريفليكشن الانيشال، اجمع عليه فرق الاثنين دول يا باشمهندس اللي هو يدي لي في الاخر 75 من اللايف لود. فرق مين؟ الكيس 1 اللي هي نتيجه الاميديات لودز كلهم، نتيجه الاول لودز كلهم، ناقص السستيند لودز يا باشمهندس كشورت تيرم. الاثنين كشورت تيرم اقدر اطرحهم من بعض لان الاثنين نفس النوع من الايه؟ اناليسز، نون لينير ايه؟ نون لينير كراكت. خلاص يا باشمهندس؟ حلو جدا. حتى كمان قال لك اهو، قال لك ذا ديفرنس بتوين كيس 1، طبعا دي تبقى كيس 3، كيس 1 وكيس 3 بيمثل يا باشمهندس الانكريمنتال ديفليكشن وزاود كريب شرينك، يعني ما فيش اي كريب وشرينك لان ما فيش تايم، ان هو وقت صغير خلاص، ترخيم زياده بمعنى اصح. نتيجه ايه يا باشمهندس؟ نتيجه السستيند لود او النون سستيند لود. خلاص حلو. هنعمل الكلام ده ازاي في برنامج السيف؟ اروح اقول له يا باشمهندس انا عندي حاله تحميل رقم 3 بنسميها شورت تيرم ديفليكشن نتيجه بيرمننت لودز، بقول له نون لينير كراك ده يا باشمهندس. طبعا دي انا اسف ما فيش هنا حاجه اسمها كريب وشرينكش، دي غلطه مطبعيه، لكن الكريب والشرينكش ده يا باشمهندس موجود هنا ايه؟ موجود في حاله اللونج تيرم اللي فيها، المفروض المقوله دي تبقى موجوده فين؟ في اللي قبلها. فقال لك هعمل حاله رقم 3 فيها الديد بالكامل، فيها الكفر بالكامل، فيها الول بالكامل، فيها اللايف بس اللايف ربع ونون لينير كراك. الكيس رقم 3 دي يا باشمهندس هطرح منها الكيس رقم 1، هقدر اطلع الديفليكشن الناتج عن 75% من اللايف لود. واحد كان قال لي طب ما تريح دماغك يا باشمهندس وكنت اعمل هنا كيس وخد بس ال 75% من اللايف لود وما تعملش دول اصلا، واعتبرها نون لينير كراكد وضيفهم على اللونج تيرم ديفليكشن الاولي وخلصت الليله، صح؟ ليه تقعد تعمل اللفه دي؟ باشمهندس ما احنا اتكلمنا معاك، فاكر لما كنا نقول ان الدلتا الناتجه من اللايف لود تساوي الدلتا الناتجه من جميع الديد لود واللايف ناقص الدلتا لايف الدلتا ديد؟
قال لك يا باشمهندس عشان خاطر ان مفيش لايف لود لوحده اصلا، لازم يبقى في حاله تحميل معاه ديد على الاقل تقديرا، الديد ثابت لكن اللايف بتغير، وفي نفس الوقت عشان نحصل على اي افكت فعاله، الكلام ده احنا شرحناه قبل كده. فبالتالي اصلا البرنامج السي اس اي او برنامج السيف بيقول لك ما ينفعش تعمل لود كيس، لود كيس اسمها لايف لود لوحدها، فبالتالي لازم تحط معاها الديد لود وتطرح من الديد لود الثاني، يعني تحط الديد لود مع اللايف لود بالكامل وتطرح منه جزء من الديد لود او جزء من الديد لود مع الجزء من اللايف لود او ايا كان الطرح اللي هتطرحه، بس لازم يبقى في معاه مع اللايف لود ايه حاله تحميل ديد. قال لك يا باشمهندس هو حتى كمان كاتبها لك، هناك 75% من الاحمال تريد شركه سي اس اي اخذ تاثيرهم، لذا تقترح الشركه اخذ تاثيرهم في حاله ترخيم لحظي كانهم حدثوا في بدايه عمر المنشا والزمن بسيط وانتهى تاثيرهم. خلاص حلو جدا. طيب يا باشمهندس يبقى احنا كده بالنسبه لنا نقدر نحسب مين؟ نقدر نحسب الديفليكشن بتاعنا، يقدر يعني من خلال كيس 1 اقول له اه انا قادر احسب الدلتا اميديت الشورت تيرم ديفليكشن، من خلال اللود كومباينيشن اللي هي تبقى عباره عن كيس 2 زائد كيس 1 ناقص كيس 3 يا باشمهندس، دي نقدر نحسب منها مين؟ الدلتا كريب او التوتال لونج تيرم ديفليكشن. اذا كيس 2 دي انيشال حاجه بدائيه من اللونج، لكن الكومباينيشنز الكبيره دي يا باشمهندس نتيجه الثري كيسز اللي فاتت نقدر نحسب منها التوتال لونج تيرم ديفليكشن يا باشمهندس، الترخيم طويل الامد. قال لك يا باشمهندس ممكن بقى الحاجات الريزلتس النتيجه يا باشمهندس عن الارقام اللي فوق دي، ممكن بقى ان احنا كانجينيرز كمهندسين ممكن احنا نتشيك يا باشمهندس بالفاليوز دي اللي احنا طلعناها نتيجه الثري كيسز واللود كومباينيشن اللي احنا عملناها مع الاي سي اي، تمام؟ الاي سي اي 318 بقى سواء شغال على الاصدار القديم اللي هو سنه 2014 او شغال على الاصدار الجديد اللي هو سنه 2019 او حتى باي كود تاني يا باشمهندس، مش شرط الكود ده، يعني هو السي اس اي دلوقتي بتحاربك مش بتحاربك بتواجهك، بتقول لك بقى الريزلتس دي منطقيه، ابدا بقى قارنها باي الاوبل ديفليكشنز طبقا لاي كود انت ممكن تتخيلها يا باشمهندس.